في حلقة اليوم سنتحدث عن رحلة الرسول بولس التبشيرية الأولى. أعزائي من منطقة أفسس العليا القديمة في تركيا، أريد أن أتحدث عن رحلة بولس التبشيرية الأولى إلى هذه المناطق في مناطق آسيا. أنا موجود في أفسس العليا، هذه البازيليكا القديمة من أيام الرومان مع المسرح، كانت للموسيقى والفن وكانت أيضاً تستخدم للاجتماعات السياسية. بالواقع أن كل المنطقة تسمى الأغورا العليا، من هذه المنطقة كانوا يعالجوا الأمور السياسية. رح نروح إلى أسفل أفسس السفلى ورحين نتعرف أكثر عن بعض الأماكن والمناطق التجارية في ساحة الميدان العام، لكن من هذا المكان أريد أن أتحدث عن رحلة بولس التبشيرية الأولى. تابعونا على هذه القناة لمشاهدة رحلة في سفر أعمال الرسل. هيا بنا لنكتشف المواقع التاريخية التي بشر فيها الرسول بولس، ونكتشف أيضاً أمور عجيبة وقصص رائعة عن الكنيسة الأولى. شاهد هذه الحلقات الخاصة من حلقات الكنيسة الأولى رحلة في سفر أعمال الرسل. من المسرح الروماني أنا موجود على الطريق القديم يسمى طريق الميناء، الذي يربط ميناء أفسس القديم مع أفسس القديمة، لكن ابتدأ هذا الميناء يتراجع عند جفاف نهر الكايستر، وأيضا مدينة أفسس ابتدأت بالتراجع، بنو أفسس العليا. وكان في كنيسة أنطاكيا أنبياء ومعلمون، هم برنابا وشمعون الذي يدعى نيجر، ولوقيوس القيريني، ومناين وهو صديق الوالي هيرودس من الطفولة، وشاول. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون، قال لهم الروح القدس: خصصوا لي برنابا وشاول لعمل دعوتهما إليه. فصاموا وصلوا، ثم وضعوا أيديهم عليهما وصرفوهما. فأرسلهما الروح القدس فنزلا إلى سلوكيا، ومنها سافرا في البحر إلى قبرص. فلما وصلا إلى السلاميس بشرا بكلام الله في مجامع اليهود، وكان يعاونهما يوحنا. أعزائي من منطقة أفسس، أريد أن أتحدث عن رحلة بولس التبشيرية الأولى. السبب أنه اخترت أفسس لأن أفسس كانت تعتبر أكبر مدينة في آسيا الصغرى، بل تعتبر عاصمة آسيا في أيام الرومان. أفسس لها تاريخ ماضي وعريق من أيام اليونانيين، لكن التاريخ أكثر في هذه المنطقة من أيام الرومان. كيف ما بتنظر شمال أو يمين تستطيع أن ترى التاريخ أو الحجارة تتحدث لنا عن هذا التاريخ العريق، ولسيما من أيام بولس الرسول. أفسس كانت تعتبر سوق آسيا، أو تسمى خزانة أو خزانة آسيا، أي البنك، بنك آسيا، بكل بساطة لأنها كانت مدينة تجارية، فطبعا قريبة من الميناء، ولأنها منطقة زراعية أيضاً خصبة الأراضي، فانتشرت فيها التجارة في هذا المكان. ليس فقط مدينة تجارية يأتي إليها السياح من كل أنحاء العالم والتجار أيضاً بسبب الميناء الحسن،
لكن أيضا كانت مدينة سياسية، كل الأمور المدنية في هذه المدينة والمقاطعات الأخرى كانت تحدث في هذا المكان. كان يأتي الحاكم الروماني ليعتني بالقضايا ويمارس العدالة طبعا الرومانية في هذا المكان. شهرة أفسس أيضا كانت مدينة رياضية، وعندما أقول مدينة رياضية أي كانت تشرف على الألعاب، فكانت تعتبر امتياز وشرف أن تفوز أو تربح أن تكون الألعاب موجودة في هذا المكان. أيضا اللي بيميز مدينة أفسس أنها كانت مدينة دينية، ففي كل مكان تذهب في هذه المناطق تستطيع أن ترى التماثيل والأصنام والأعمدة من أثرات المعابد اليونانية القديمة والرومانية، حتى بنوا معبدين في نفس المنطقة لآلهة المصريين حتى يرضوا التجار المصريين في هذه المنطقة، وانتشرت فيها العبادات الوثنية والهرطقات والبدع الغنوصية في العهد الجديد. لكن أكثر شيء كان مشهور في هذه المنطقة، في منطقة أفسس، أنها تتميز بعبادة الإلهة أرطميس الاسم الروماني، أو الإلهة ديانا الاسم الروماني، أرطميس الاسم اليوناني، فكانت مركز للعبادات الديانية. طبعا أنا جئت من أفسس العليا مرا في الطريق الروماني إلى هذه المنطقة حتى أذهب إلى المنطقة أفسس السفلى. هذه المنطقة مثل ما شايفين مكتبة عظيمة جدا اسمها مكتبة سلسوس، كانت تعتبر المكتبة الثالثة في العالم آنذاك. المكتبة الأولى كانت مكتبة الإسكندرية، والمكتبة الثانية كانت موجودة في بيرغاموس، وهذه هي المكتبة الثالثة. فكانت طبعا هذا إن دل على شيء بدل أنه كانت أيضا مدينة ثقافية تتميز بالعلم والثقافة، كثر فيها العلماء والفلاسفة والخطاب. وطبعا بولس الرسول جاء إلى هذا المنطقة ووعظ في هذه المنطقة. أيضا اكتشفوا بعض المجامع اليهودية في منطقة أفسس. أنا جئت عن طريق أفسس العليا مرا، وهذا الطريق يسمى طريق الرخام الذي يؤدي إلى المسرح. المسرح الكبير بيسع حوالي 24,000 شخص، وبجانب بوابة شهيرة اسمها بوابة هدريان خلف المكتبة طبعا. والبوابة السفلى اللي بتشوفوها بأسفل هذا المكان بوابة مزوس ميتادرس اللي بيقود إلى الأجورا أو ساحة الميدان العام، المنطقة التجارية. وهناك تستطيع أن ترى طريق الرخام يسمى طريق المينا، لأن المينا كان قريب جدا من أفسس، لكن بسبب نهر كايستر المشهور الطمي ابتدأ يملأ هذا المكان، فابتدأت المدينة ترجع مرة تلو الأخرى، فتغيرت في عدة مناطق، المنطقة السفلى إلى المنطقة المرتفعة، وفي أعلى المنطقة أيضا تسمى أفسس رقم 4. إلى هذه المنطقة جاء بولس الرسول وكرز في هذه المناطق. في كل مكان تستطيع أن ترى الحجارة تشهد عن عمل بولس في هذا المكان. أعزائي سأعود بعد قليل. سند لمجيء المسيح ثانية إلى الأرض هو الكراز بالإنجيل، فالكتاب يعلم أن الكلمة ينبغي أن تمتد إلى كل أنحاء الأرض. تعد رحلة الرسول بولس التبشيرية الأولى أقصر رحلاته من حيث الوقت الذي استغرقته والمسافة التي قطعها، وهي رحلة هامة جداً في تاريخ تأسيس الكنيسة المسيحية الأولى، لأنها وضعت بولس موضع القائد بالنسبة لنشر كلمة الله. لقد بدأت الرحلة من سلوكية، الميناء البحري لمدينة أنطاكية بسوريا، ومن هناك بولس وبرنابة ومعهما يوحنا مرقس أبحروا إلى منزل برنابة في قبرص، ومن بافوس أبحر الرسل شمالاً إلى ساحل آسيا الصغرى، ثم نزلوا في برجة حيث فارقهم يوحنا مرقس. واستمر بولس وبرنابة في رحلتهما على اليابس، فعبر جبال تاوروس الوعرة قبل أن يصلوا إلى بيسيدية بأنطاكية، حيث آمن بهما الكثيرين، لكن الاضطهاد أجبرهما على مغادرة المدينة والانتقال إلى مدينة أخرى،
ثم سافر معا إلى أيقونية حيث آمن الكثيرين أيضا، ولكن دفعهما الاضطهاد مرة أخرى إلى الاتجاه جنوبا إلى ليسترا، حيث ترك الجموع بولس ظانين أنه قد مات. لكن بعد شفائه المعجزي استمر هو وبرنابا في رحلتهما إلى دربة حيث آمن بهم الكثيرين أيضا. ثم عاد الرسولان إلى بيرجا وأخذ سفينة كي يعود بها إلى أنطاكية. أعزائي من مكتبة سلسس في أفسس القديمة، أريد أن أواصل حديثي عن رحلة بولس التبشيرية الأولى إلى منطقة آسيا الصغرى. مرة أخرى اخترت أفسس لأن أفسس كانت عاصمة آسيا الصغرى في أيام الرومان. هذا الإصحاح، إصحاح 13 من سفر أعمال الرسل، هو إصحاح في غاية الأهمية. نرى تحول للخدمة من منطقة أورشليم أو اليهودية أو الأراضي المقدسة، تنطلق إلى مراكز وأماكن أخرى، أو بالأحرى إلى أقصى الأرض. رحلات بولس التبشيرية هي طبعاً تتميم للمأمورية العظمى، مأمورية الرب يسوع المسيح عندما قال: اذهبوا واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، من آمن واعتمد خلص. فأن نكرز لكل الخليقة وأن نذهب ونتلمذ كل العالم. فأخذ هذه المأمورية الرسول بولس، وبالفعل طاع صوت الرب وانطلق في البشارة. لكن كانت مثل ما ذكرت إنه الخدمة مقتصرة على منطقة اليهودية ومنحصرة أيضا في الأراضي المقدسة. لكن في هذا الإصحاح منشوف تغيير في المراكز. ابتدأت الخدمة، بدل ما يكون المركز في منطقة أورشليم، تحول المركز، مركز التبشيري، إلى أنطاكية في سوريا. كانوا مجتمعين في أنطاكية معلمين وأنبياء، كانوا يصلوا ويصوموا. وأنا أؤمن أنه أعظم قرار، بل أخطر قرار اتخذته الكنيسة الأولى، هو في هذا الإصحاح عندما اجتمعوا وابتدأوا يصلون، وعندها قال الروح القدس: أفرز لي برنابا وشاول للعمل الذي أقمتهما عليه. وبالفعل من بعد ما صاموا وصلوا ووضعوا الأيادي، انطلق ما نسميه اليوم رحلات بولس التبشيرية، في رحلته الأولى مبتدئا من المركز من أنطاكية وصولا إلى آسيا الصغرى. هذا القرار العظيم أحباء اتخذه بولس، ومن هذا المنطلق ابتدأ يسمى رسول الأمم. أصبح أنطاكية مركز تبشيري. في هذه الرحلة أخذ بولس معه برنابا صديقه، وأيضا مساعد اسمه يوحنا مرقس. من منطقة أنطاكية مكتوب انحدرا إلى سلوكيا، ومن سلوكيا إن ذهبوا في البحر، طبعا بحر الأبيض المتوسط، وذهبوا إلى جزيرة قبرص، وهناك في جزيرة قبرص إلى أول بلدة تسمى سلاميس. في سلاميس نادوا بكلمة الله. من بعد ما نادوا بكلمة الله في سلاميس، ذهبوا هناك إلى المنطقة الأخرى من الجزيرة إلى بافوس. وفي منطقة بافوس تعامل الرسول بولس مع روح الخداع، شخص باسم عليم الساحر، كان يحاول أن يزعج بولس الرسول عندما كان يتكلم مع والي المدينة. فبولس الرسول نظر إلى هذا الشخص واتكلم بسلطان الرب يسوع المسيح، وضرب هذا الساحر بالعمى، والنتيجة أنه الوالي آمن. ومن هناك ذهب إلى أنطاكية بسيدية، وعظ الرسول بولس، ونتيجة الوعظ أنه كان في نزاع وخصام، البعض آمن والبعض لم يؤمن. ومن هناك ذهب إلى إيقونيا، هناك كان يجاهر بكلمة الله، والله أعطى آيات وعجائب عظيمة تجرى على يدي بولس. ثم ذهب إلى منطقة ليسترا ودربة. في منطقة دربة رأى رجل عاجز، ورأى أن له إيمان ليشفى، فتكلم باسم الرب وشفي هذا الرجل العاجز. ثم من هناك عاد إلى منطقة أنطاكية، لكن في عودتهم مروا على بعض المناطق، وعظوا بالكلمة، شددوا وثبتوا التلاميذ، ثم نظموا كنائس محلية.
كان يجب أن نبشركم أنتم أولاً بكلمة الله، ولكنكم رفضتموها، فحكمتم أنكم لا تستأهلون الحياة الأبدية. ولذلك نتوجه الآن إلى غير اليهود، فالرب أوصانا قال: جعلتك نوراً للأمم لتحمل الخلاص إلى أقاصي الأرض. فلما سمع غير اليهود ما قاله بولس فرحوا ومجدوا كلام الرب، وآمن جميع الذين اختارهم الله للحياة الأبدية. وانتشر كلام الرب في تلك البلاد كلها، لكن اليهود حرضوا وجهاء المدينة والنساء الشريفات اللواتي كن يعبدن الله، فاضطهدوا بولس وبرنابا وطردوهما من ديارهم، فنفضا عليهم غبار أقدامهما وانتقلا إلى أيقونيا. وأما التلاميذ فكانوا ممتلئين من الفرح ومن الروح القدس. أعزائي، من خلال رحلات بولس الرسول التبشيرية كان بولس الرسول يتحرك بطريقة منتظمة. طبعاً مركز التبشير كان في منطقة أنطاكيا، صلوا صاموا وأطلقوا الرسل حتى يذهبوا إلى مناطق أخرى حتى تصل رسالة وبشارة الإنجيل. فكان بولس الرسول يسير بطريقة منتظمة، وهذا مهم جداً، معناته في مرجعية، في مصداقية، وفي ناس كانت بتصلي لأجل بولس. هو كان يتكلم لكن في كنائس كانت بتصلي من أجله حتى تدعم خدمة الرسول بولس. عدا عن ذلك، بولس كان يتحرك بإرادة الله، كان دايما موجود في مركز إرادة الله ويتحرك بواسطة إرشاد بل قيادة الروح القدس. أيضا بولس كان يتحرك بطريقة استراتيجية، كان يذهب إلى المدن الرئيسية، وطبعا من هذه المدن مدينة أفسس لأنها كانت أكبر مدن آسيا، فعرف أنه إذا وصلت البشارة إلى هذا المكان ستصل البشارة أيضا إلى كل أنحاء آسيا الصغرى. فكان يختار المواقع الرئيسية والمدن الرئيسية، وعدا عن ذلك كان يتحرك في الطرق الرومانية القديمة. في الأراضي المقدسة كان يسير بطريق فيا مارس أو طريق البحر. في هذه المناطق، في منطقة تركيا ومنطقة أوروبا، كان يسير في منطقة في الطريق الأغناطي، وفي روما طريق أبيان. فكان يستخدم من ناحية استراتيجية الطرق القديمة حتى يصل من مكان إلى مكان. فالرومان كانوا مشهورين بالقوة، حسنوا بل نظموا هذه الطرق ووضعوا مسافات وأيضا حماية على الطرق، مما سهل انتقال التلاميذ من مكان إلى آخر. ثم أحبائي، بولس الرسول كان مثقف، تعلم في جامعة طرسوس وفي جامعة أورشليم، فكان بيعرف اللغة العبرية واللغة اليونانية، فكان يتواصل في كل المناطق. في منطقة الإمبراطورية الرومانية كان يتكلم باللغة اليونانية، لكن في أي مكان كان يتواصل مع الناس بحسب المنطقة. عندما كان يأتي إلى أماكن فيها مجامع يهودية كان يبتدئ بالحديث بالمجمع اليهودي، ثم ينتقل لكي يكلم الأمم. وبعد ما يتكلم برسالة في أي مكان كان يتلمذ ويثبت التلاميذ. هذا معناته كان يمشي بخطة منظمة بتأسيس كنائس محلية، فأسس كنيسة هون في منطقة أفسس، لأنه مكث أكثر فترة 3 سنوات كان في أفسس، أسس كنيسة بل أسس كنائس في هذا المكان، ثم رسم قيادات أو قصوص أو شيوخ، إخوة أو خدام لكي يقودوا الاجتماعات ويمارسوا التعليم للمؤمنين الجدد، وهم بدورهم أيضا يعلمون آخرين حتى تصل الرسالة إلى أكبر عدد ممكن من الناس. لكن في عدة أمور لازم نعرفها
في حياة بولس الرسول. أحبائي، بولس الرسول مدرسة، ممكن نتعلم منه حاجات عظيمة جدا بالخدمة. لكن في منطقة آسيا، في منطقة أفسس، منشوف في تغيير حدث بنظام الخدمة أيضا. بولس الرسول كان مدرك أنه صار عمره بزيد على 50 سنة، فكان عليه أنه يؤسس عدة أمور. الشيء الأول، بنى ما نسميه حملة المساعدة للفقراء في أورشليم، التبرعات من أنطاكيا وهنا في منطقة أفسس وفي منطقة اليونان في مقاطعة مكدونية، وهذا مهم جدا تاريخيا. حملة التبرعات حتى يعمل عدة أمور، حتى يكسر الحواجز ويبني الجذور بين الكنائس الأمم وكنائس اليهود، حتى يعبر أنه جسد واحد واللي بيربطهن شيء واحد، يهتموا أيضا بإخوتهن في أورشليم اللي كانوا فقراء. شيء ثاني في حياة بولس، أنه قرر من هذا المكان أنه يذهب، ابتدأ يقرر أنه يروح لروما، فحط في فكره أنه لازم يذهب إلى روما حتى تصل بشارة إلى أبعد ما يمكن، وطبعا من روما حتى يصل أيضا إلى منطقة إسبانيا. ومن أفسس أيضا ابتدأ بتدريب الخدام والتلاميذ على الخدمة الرسولية، حتى هم بدورهم أنه يذهبوا إلى أماكن أخرى ويتكلموا عن رسالة المسيح. حقا لما ندرس سفر أعمال الرسل، هو كل نشاط كل عمل. يمكن أنا لمست معك شيء بسيط من هاي الدراسة، أنا بدعوك أنك تقرأ سفر أعمال الرسل، وبالتحديد إصحاح 13 و14 اللي بيتكلم عن رحلة بولس التبشيرية الأولى. أعزائي، سأعود بعد قليل. ودخل بولس وبرنابا كعادتهما مجمع اليهود في أيقونيا، وتكلما كلاما جعل كثيرا من اليهود واليونانيين يؤمنون، لكن اليهود الذين رفضوا أن يؤمنوا حرضوا غير اليهود على الإخوة وأفسدوا قلوبهم. ولكن بولس وبرنابا أقاما هناك مدة طويلة يجاهران بالرب، وكان الرب يشهد لكلامهما على نعمته بما أجرى على أيديهما من العجائب والآيات. وانقسم أهل المدينة، فكان بعضهم مع اليهود وبعضهم مع الرسولين. ولما عزم اليهود وغير اليهود ومعهم رؤساؤهم أن يهينوا الرسولين ويرجموهما، شعرا بالأمر فهربا إلى لسترة ودربة والمدن المجاورة لهما في ولاية ليقونيا، وأخذا يبشران هناك. وكان في لسترة رجل عاجز كسيح منذ مولده، ما مشى في حياته مرة، وبينما هو يصغي إلى كلام بولس نظر إليه بولس فرأى فيه من الإيمان ما يدعو إلى الشفاء، فقال له بأعلى صوته: قم وقف منتصبا على رجليك. فنهض يمشي، فلما رأى الجموع ما عمل بولس صاحوا بلغتهم الليقونية: تشبه الآلهة بالبشر ونزلوا إلينا. وسموا برنابا زيوس وبولس هرمس، لأنه كان يتولى الكلام. وجاء كاهن زيوس الذي كان معبده عند مدخل المدينة بثيران وأكاليل من زهر إلى الأبواب يريد أن يقدم ذبيحة مع الجموع. فلما سمع برنابا وبولس مزقا ثيابهما وأسرعا إلى الجموع يصيحان بهم: ماذا تفعلون أيها الناس؟ نحن بشر ضعفاء مثلكم، جئنا نبشركم لتتركوا هذه الأباطيل وتهتدوا إلى الله الحي الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل شيء فيها، ترك جميع الأمم في العصور الماضية تسلك طريقها، ولكنه كان يشهد لنفسه بما يعمل من الخير،
أنزل المطر من السماء وأعطى المواسم في حينها، ورزقكم القوت وملأ قلوبكم بالسرور. فما تمكن الرسولان بهذا الكلام أن يمنعا الجموع من تقديم ذبيحة لهما إلا بعد جهد كثير. وجاء بعض اليهود من أنطاكيا وأيقونيا واستمالوا الجموع، فرجموا بولس وجروه إلى خارج المدينة وهم يحسبون أنه مات. فلما أحاط به التلاميذ قام ودخل المدينة، وفي الغد خرج مع برنابا إلى دربة، وبشر بولس وبرنابا في دربة وكسبا كثيرا من التلاميذ. ثم رجعا إلى لسترا ومنها إلى أيقونيا وأنطاكيا يشددان عزائم التلاميذ ويشجعانهم على الثبات في إيمانهم. أعزائي، بولس الرسول وصل برحلته التبشيرية إلى مناطق آسيا الصغرى، لكن برحلاته الأخرى وصل إلى كل أنحاء العالم المعروف آنذاك. لكن واحدة من العلامات لمجيء المسيح ثانية إلى الأرض هو الكرازة بالإنجيل. فالكتاب يعلم أن الكلمة ينبغي أن تمتد إلى كل أنحاء الأرض. فلربما أنت تسمع هذه الكلمة محتاج إلى خلاص، محتاج إلى شفاء، محتاج إلى حرية. أنا أدعوك في هذه اللحظات أنك تفتح قلبك للمسيح، وهو الذي قادر أن يحررك من كل خطية، قادر أن يشفيك من كل ضعف، وقادر أن يكتب اسمك في سفر الحياة. المسيح اللي غير حياة الكثيرين في أفسس قادر أن يغير حياتك، لأن المسيح حي يعمل في هذه اللحظة. أصلي من كل قلب أنك تباركت في هذه الحلقة، حتى أسمع منك. إلى اللقاء، والرب يباركك. في الحلقة القادمة من برنامج رحلة الكنيسة الأولى سوف نتحدث عن المجمع في أورشليم. هل لديك سؤال أو تعليق على حلقة اليوم؟ هل تريد الحصول على مزيد من المعلومات عن الحقائق التي شاهدتها؟ لا تتردد في الاتصال بنا على nour@lfan.com. كما يمكنك الاتصال أيضا تليفونيا على 001-905-335-1534، أو من داخل مصر 012-02-666-07، أو من شمال أمريكا 1-800-280-3288، أو